شركه بليمنتوس اتاسست في 2019 وبعد سنه بالظبط من تاسيسها خدنا البيست ستارت اب بارتنر 2020 وده ما كانش سهل ده كان بفريق قوي ومتكامل هو اللي ساعدنا للوصول لهدفنا مش بس كده احنا النهارده مرشحين للبيست بارتنر مينا 2022 وده اخد مجهود كبير قوي مننا عشان نقدر نوصل للمستوى الاحترافي اللي احنا فيه دلوقتي مشاريع كتير اتسلمت من كل المجالات وصناعات مختلفه غير مشاريع صناعيه وخدمات بحريه تطوير عقاري ومقاولات معارض واجهزه الكترونيه وقطع غيار سيارات وكمان ادويه واجهزه طبيه سياحه ومدارس وجهات حكوميه تعددنا في مجالات كتيره ادانا خبره كبيره في مختلف الصناعات من اهم عوامل نجاح المشاريع هي مرحله تحليل البيانات اللي بنقوم بيها بشكل تفصيلي احنا كمان دلوقتي معانا اكتر من 3000 يوزرز لكل المشاريع اللي اتسلمت لحد دلوقتي ده غير تميزنا في الشرق الاوسط الموبايل ابلكيشن والاي كوميرس والويب سايت مع اود ومش بس كده احنا دلوقتي وصلنا ل 8 اودو سيرتيفايد كونسلتنتس عشان نواكب التحول الرقمي الحكومه المصريه بتسعى للوصول اليه دايما واحساسنا بمسؤوليه المشاركه في هذا التحول قدرنا نطور الاي انفويس والاي ريسيت وتعاوننا مع اودو عشان نكون جزء من ستاندرد اي جي بروفايزيشن ومستمرين بالاضافه لتقرير الضرائب وشجره الحسابات المصريه قدرنا نطورها وننزلها في فيرجن 15 فريق عمل متميز اهدافه محدده تحت اشراف اداره مشاريع قويه ليها عامل كبير في التخطيط والمراجعه بشكل كبير تحدينا نفسنا عشان نبني اسمنا سيستم اودو ساعدنا جدا في الرحله بتاعه الديجيتاليزيشن والاوتوميشن اللي اي بزنس دلوقتي في العصر اللي احنا فيه بيحاول يتجه ليها طبعا احنا بنحاول جاهزين ان احنا نلغي خالص المانوال البيبر بيست ان اكسل بيست ورك ونتحول كومبليتلي لان اوتوميتد سيستم وده بالفعل اودو بيلعب دور كبير جدا فيه طبعا انا بالنسبه لي از ان اكزيكتيف مهم جدا ان انا بدل ما استخدم كل يوم ورق واعتمد عليه واستاذن من الناس ان هي تعمل لي اد هوك ريبورتس ده بالنسبه لي اسهل بكتير جدا ان انا ب وان كليك ادخل على السيستم والاقي اكسسبيليتي لكل الداتا اللي انا محتاجاها تقول لي اون دي تو دي البيزنس ماشي ازاي اون ا مونثلي ليفل اون ان انوال ليفل على يونتس معينه على ديبارتمنتس معينه على برانشز معينه فده بالنسبه لي بيسهل جدا عليا الديلي تاسك بتاعي احنا في ظل التحول الرقمي اللي موجود في مصر حاليا ككونستراكشن كومباني الموضوع مش مقاولات الموضوع مش احنا بنبني بس دلوقتي لا الموضوع اكبر من كده بكتير اخترنا بليمنتوس ان هي تكون معانا از ا بارتنر لاودو في مصر قدرت ان هي تحتوي السايكل معانا وتبقى عندها اندرستاندنج للجاب اناليسز اللي كانت موجوده هي كانت صعبه وقعدنا فيها فتره لحد ما وصلنا الحمد لله ان احنا بدا يحصل عندنا انجيجمنت للاي ار بي جوه البيزنس من ناحيه ان هو بدا في سايكلز تشتغل بنك التعاون المصري هي مؤسسه خيريه وهي تعتبر من اكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر في الوقت الحالي واحنا في بنك التعاون دلوقتي بنعمل عمليه ديجيتال ترانسفورميشن وكان طبعا من اهم الناس اللي كانت شريكه معانا هي شركه اودو اشتغلنا معاها على السي ار ام ديول من خلال طبعا شركه بليمنتوس قدرنا ان احنا نطور في الجزء الخاص بالسي ار ام بنسجل عليه كل التبرعات اللي بتيجي لبنك التعاون وبنسجل عليه طبعا كل المتبرعين اللي بيجوا لنا كل متبرع بيبقى ليه بروفايل بنقدر نعرف من خلاله كل التبرعات اللي عملها كل البرامج اللي اشترك فيها وقدرنا ان احنا نطلع من خلاله تقارير وساعدنا كتير في ان احنا نطور عمليه السي ار ام عندنا في بنك التعاون احنا كنا عندنا سيستم اي ار بي يعتبر زي مانوال كده شغالين بيه مش قادر يعمل لنا سيرفيس على ريبورتات او على نظام احنا شغالين فيه حصل زي تطور وفي نمو عندنا بيحصل في الشركه سواء في افريقيا او الشرق الاوسط فاضطرينا ان احنا نشوف شركه اكبر واخترنا اودو وتعاوننا مع شركه بليمنتوس يعتبر شركه بليمنتوس من احسن الشركات اللي موجوده في الشرق الاوسط ومصر بتقدم السيرفيس دي بتقدم سيرفيس الكستمايز او الفاينانس موديولز ريبورتات الانفنتوري الربط مع مصحف الضرايب الفاتوره الالكترونيه والرسيل الالكتروني بشكل سهل جدا وقدر يعمل لنا كستمايز في حاجات كتير جدا سهله طبعا البرنامج سهل جدا من اول انترفيس بتاعه لحد الريبورتنج وبجد كانت تجربه كويسه جدا من شركه بليمنتوس ان احنا قدرت تتعاون معانا وتسهل لنا حاجات كتير جدا وتعمل لنا كستمايز في ريبورتات كتير جدا سواء مع الضرايب او انترنال ريبورت او الاكسترنال ريبورت ويعتبر من احسن الشركات موجوده في مصر بشكل اوسط طبعا في ظل ان احنا في ماركت الكونستراكشن فيه بقى بومينج
كان لازم يبقى عندنا سوفت وير يقدر يستحمل حجم البروسيسنج اللي بيحصل اكوردنج للبيزنس بتاع كونستراكشن. النهارده انا لما اكون عندي معلومه جاهزه وحاضره من الاول انا ده بيسهل لي عمليه ان انا ابدا ابروسيد في البيزنس بتاعي. اودو بالنسبه لي هو كان شغال بكود بايثون. بايثون كود ليها اكتر من ديفلوبرز في مصر بقوا موجودين وفي الماركت موجود اقدر اكاستم فيه. طبعا الموضوع صعب جدا، الكونستراكشن من اصعب الاندستريز الموجوده اللي ليها سايكلز موجوده مش سهله. حاليا الحمد لله احنا بدانا نشتغل على ان احنا يبقى عندنا سايكل شغاله، وان احنا حاليا ان بروجريس ان احنا نوصل بالفاينل برودكت، ان انا ابدا بالتندر واوصل بالمستخلص وابدا اشتغل بقى على داشبوردز اقدر احدد ان انا اخد قرار ازاي. الى جانب طبعا انه استخدام اودو بيوحد او بينتجريت كل الانظمه او كل السوفت ويرز اللي اي بزنس محتاجها، وبيشتغل بطريقه از ان اومني شانل بيست ابروتش، فده بيخليني ان انا يبقى عندي سيستم واحد في كل الموديولز او كل السوفت ويرز اللي انا محتاجاها، الى جانب طبعا امكانيته في ان هو ينتجريت مع اذر سوفت ويرز. الشراكه اللي حصلت ما بين مركز مصر للاشعه وكليمنتس از جولد بارتنرز لاودو ساعدتنا جدا جيفن ذير فلكسبيليتي الرهيبه في ان هم يمبلمنتوا اي حاجه، و this is the beauty of using اودو as an open source system. وطبعا هم التكنيكال اكسبيرتيز بتاعتهم از فيري فيري هاي، وده خلانا ان احنا اي حاجه فعلا بنحلم بيها نقدر نعملها in a flexible way on اودو. كنا بندور على ERP والموضوع بيبقى متعب شويه، بس قدرنا مع شركه كليمنتس ان احنا نشتغل على كل النقاط اللي احنا ممكن نشتغل عليها. قدرنا نشتغل على القصص بتاعه الريبورتنج، قدرنا نشتغل على كل السايكلز اللي ممكن ان احنا نكستمها، وكانت من اقوى النقط عندنا ان احنا بنقدر نفهم طلبات الادارات اللي حوالينا وبنقدر ان احنا ننفذها. فقدرنا ان احنا اي حاجه عايزين كاستمايز او اي بزنس نيد عندنا قدرنا ان احنا نحققه من خلال اودو، الى جانب طبعا امكانيه كليمنتس والمجهود الاضافي اللي هم بذلوه عشان نعمل الاكسترا مايلستون اوف فولي ديجيتالايزيشن اكسبيرينس للعميل بتاعنا من خلال ان احنا عملنا موبايل ابلكيشن يقدر بيها يقوم بالحجز ويقدر بيها كمان يشوف الريزلتس بتاعه ونعمل patient profile. not only that كمان نقدر نعمل family profile على الابلكيشن دي، نقدر نقدم للمريض الموبايل ريزلتس او اونلاين ديجيتال ريزلتس للمريض instead of the manual system that we were using. and طبعا ده كان بيعمل extra effort that is needed from the patient side. الشغل مؤخرا كبر كتير الحمد لله، فكان لازم حاجه تساعدنا في كنترول الشغل ومساعده في الاوتوميشن وي، فابتدينا ندور لفينا على سبلايرز كتير قوي، لقينا ان اودو اكتر حاجه مناسبه نقدر نكستمايز بيها السولوشن اللي احنا عايزينه. ابتدينا ندور على سبلايرز كتير، بصينا على كذا اوبشن مين اللي يقدر يكون السبلاير للسيستم اللي احنا نفسنا فيه، لقينا ان اودو اكتر حاجه ماليبل وكاستمايزبل نقدر تجيب لنا اللي احنا عايزينه. قعدنا مع 4-5 سبلايرز برضو امبلمنترز وبروجرامرز بتوع اودو، ورسينا في الاخر لقينا بليمنتس كانوا انسب حد قادرين يفهموا اللي احنا بنتكلم فيه، جابوا ناس خبراء من المجال بتاعنا عشان يبقوا بنتكلم نفس اللغه، وفعلا النتيجه الحمد لله كانت كويسه. عزبناهم معانا على مدار سنه كده في طبعا الادابتيشن والبروجرامنج وكده، والحمد لله الفرق حاسينه كبير دلوقتي في الشغل. ثانكس بليمنتس. ثانكس بليمنتس. ثانكس بليمنتس. ثانك يو بليمنتس. اند ذس از اول بوسيبل بيكوز اوف اور ورك وذ بليمنتس.